تكون شدت. التعديلات اللي جات في مدونة الأسرة الجديدة، هو تعديلات هادشي اللي كنعرفو دابا غير اللي خرج منه، يعني مازال ما كملش يعني الامور اللي غتجي بهم اللجنه ان شاء الله. من اللي كنسمعوا دابا كاينين شي امور اللي ماشي من صالح الراجل، اللي كتطيح من القيمه ديال الراجل وسط الاسره، ما كتحيدوا ديك المكانه اللي نورمالمون كانت عنده واللي خصها تكون عنده. دونك كنتمنى يكون هذاك الشيء غير هضره، وتجي اللجنه اللي حنا دايرين كامل الثقه فيها انها ان شاء الله غترد مدونة الأسرة، يعني كتسمد القيم ديالها من الإسلام، من الشرع اللي هو الأصل، اللي هو يعني اللي كتقوم به الدولة الإسلامية المغربية الشريفة. فكنتمنى إن شاء الله الأمور ترجع كيف ما كانت، كيف ما بغينا، وكيف ما تربى عليه الشعب المغربي والمجتمع المغربي ككل. ولحد الساعة مازال ما كاينش شي حاجة اللي هي مؤكدة ولا رسمية، يعني بقى الأمور مازال في طور مشاورات. وكنظن كان اجتماع البارح ديال وزير العدل مع متداخلين الاخرين اللي غادي، يعني بدات الاجتماعات، بدات كنتسناو ان شاء الله نشوفوا شنو تخرج المقتضيات، شنو تخرج المخرجات ديالها. ديك الساعه نشوفوا. تنشوف اخي المواطن المغربي كمواطن مغربي بان الراجل ما تنصفش، بعد لا طلق فرق الممتلكات ديالو ولا شي حاجه ديال 20% ولا شي حاجه، المهم متوصف فيها الراجل انا ولا طلق غتنقص ليه من الصالير ديالو. تنقص ليه 20%. دابا العيالات دابا تيديروا ما بغاو، يقولوا حنا الا خرجنا ولا طلقنا راه عندنا 20% وعندنا نقسموا مع الراجل هذا، والراجل دابا راه ما منصوفش. دابا كثريه ديال النساء راه لا اله الا الله محمد رسول الله اخي، ما عطاش النفقه يقدر يتزج به السجن. انت كيفاش كتشوف هذا المقترحات اللي تعطاو، وشنو افكار المقترحات تقدر تضيف انت؟ لا هو المقترح ديال 20% بالنسبه للموظف هو مجحف صراحه، لا في حقه وغير عادل، لان ما كنظنش ان موظف بسيط، ما غنتكلموش حنا موظفين كبار، ما كنتكلموا ابي الصح قد موظفين اللي هما موظفين صغار، يعني لا حيت 20% باش يعيش هذا السيد اصلا. لو سالير ديالو واش كيكفي بهذا؟ واش تحيد انت 20% ولا؟ يعني شويه كاين شي حوايج اللي خصهم يتخذوا بعين الاعتباريات، منهم الحاله الماديه والاجتماعيه ديال الطريق ولا الطريقه وغيره. يعني يجب مراعاه بزاف المسائل، المسائل الاجتماعيه، الاقتصاديه، لا بزاف د الحوايج. يعني كنظن هاد القضيه ديال 20% يجب مراجعتها، شويه مجحفه.